السلام عليكم خياتي يا زلفة، كنت نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. زلفة كنت تحذي مرحبا يسفو الله شاني ومرحبا سيدي لن مرحبا سيدي لن أكني كنت قرأ يالتي كل ديرا فيديو بس أقيني أقري وغالا كنت تصلا فيديو تسجد إن شاء الله تيلي كنت الخطر كنت خما دوك شطح للكورا جي ماني وكساك شطح مكي قانا كنا دقارا وارولي وفالا دقارا وك كي كيني شارجو كي خلق لن شوالة دفير أكاتوري مثقرين كلا الصبح كي ناس تدخل معاكي تكون طلع فيديو خزي الشيطان خزي في ناجيت ني غاس اتبارطاجي كي تكون تا شاخذ مع ساكيني خاصك كي الحاجه كان خفيفا لي سونسيال افضل لا كنت وكنت ني ان شاء الله كنت دافوك في خير وان شاء الله اكر تسعدان فيكو ساني الهن وسنا كي مول شيء كنت ني سمح في داغون ايمي وسنا كي نوزمي كي كيني شو غادي واش طاح باش تضل لا كنت تزامت كي هي ما يجي خصها بابا وحمل راه كنت تفكر لينيرجي ني فوحل ويحمل غراغ تبارطاجي كي تكون داينا كلهم الهاله كما راكم تشوفوا خياتي في هذا الفيديو راح نعطيكم هكذا بعض اللقطات من نهاري ولا هكذا بالك نعطيكم وصفه بالك صديقو على حسب واش ندير بصح في الاول راح نشارك معكم هكذا بعض المشتريات درتهم لروحي هكذا باش نفحفح روحي ونعاود نريدي ماري المخ تاعي ونعاود نريدي ماري النفسيه تاعي. شوفوا حنا ينسى دائما الحاجه اللي تفرحنا الحاجه اللي تفرحنا سواء كان لباس ولا انا ماشي زعما من النوع اللي كيفاش نقول لكم زعما حتى تكون حاجه كبيره 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 باش نفرح بها لا لا حاجه صغيره هكذا تفرحني وتزيد حاجه فيا هذه هي العقليه تاعي ما على باليش نتوما كيفاش راكم دايرين بصح نورمالمون نديرو القناعه على روحنا كل واحد يقنع روحه باشياء بسيطه باشياء هكذا خفيفه راح تعاود تريديماري النفسيه تاعو انا هكذا هذا هو التيرم اللي نستخدمه نريديماري النفسيه تاعي ونريديماري الحياه اليوميه هكذا باش نكون ايلاز ونكون ونعاود نسترجع قوايا كما كنت مقبل. اول حاجه درتها هي اليقين بالله ونقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل المصائب اللي تجينا وربي يكتب لنا اللي فيه الخير ان شاء الله ان شاء الله راح تكون ايام المقبله تكون فيها دائما هكذا اشياء مليحه واشياء تفرحنا واشياء طلعنا المورال هذا ما كان عشنا ما فيه بما فيه الكفايه الحمد لله بصح هكذا. واش نقول لكم راح نشارك معكم بعض المشتريات كما قلت لكم درتهم هكذا طلعوا لي شويه المورا على سيدي بدات شويه الحاله النفسيه تاعي هذا ما كان كني كنت نيات حداي خدمات شطح لي زاشات بارطاجا كي كنت ساكنين كنت دوسنا قاعده خدمات لي زاشات كي كنت كوزين الكلي مي فهمتي قرنا كي شغل ناس دابا شويه شويه هاد الجمعه كي كني لا كنت تيكي لها شويه كنت تبارطاجا من قبل رمضان خاطر توجور الزميرات داغله في كلتي الحاجه اون بليس تو كل شيء جاي ماشا مزيكني كل شيء يغاج انا ناس نفس الزمار ديال النيط ني غاس تبارطاجا كي كنت لا فيديو كي بس كني كنت تشينا كي شطح باش الدوغا ان شاء الله هذه لين الخطا وني وكيني تفسخ ما هنيت كان يومين كيني ما كان لي صافا با الكل شغل تفغا كي كيفاش طحك الفؤاد فاش طحك قلت ما فغا هكا لي سونسيل لو قيم غالي وخا باش كي ندوز كي ديفا فلا كنت ني غاس نعاود غاد فدلا هذا مخرا التليفون هذا مخرا التليفون ني كذا ساجي كان ساجي كان حاشين حاشين ام كي قارنا كين يقبجا لا قش قلان ديس المهم تفسخ كنت سينا يتزوره وغاد وجيني ابوندو يا جيني تي حدايا راكم تشوفوا قيادتي ديجا دشنتو ديجا دشنتو نط هاد الصبيحه فؤاد راح لمسيد انا نط دوشت كيفاش نقول لكم من شفت شعري وقلت راح ندير كوراج باش ندير لكم وحبيت نرمي كامل هذوك الافكار اللي ماشي ملاح وهذاك التخمام وين الشيطان الله ينعلو دائما يكملنا فيه المهم ربي يهدينا وخلاص هذا ما كان. اول حاجه شريتها خياتي كما قلت لكم شريت هذا البوندون هكذا كي ندير كندير زعما هكذا سوان الفيزاج تاعي ولا ندير هكذا كريمات ولا ندير عفسه ولا هكذا نسلك شعري ونشد به نورمال نروح نطيب عادي بلا ما ندير فولارا بلا ما ندير زعما عفايس واحد اخرين شريتو شحال عجبني فاصون هايل شريتو 25000 وقيله. الحاجه الثانيه حاشاكم شريت على بالي راح تضحكوا عليا بصح معليش نضحكوا بصحتكم شريت هاد حاشاكم هاد البليغه اللي راهي في الدوغي راهي تشعشع من
انا راه كني كني سكار جاوني دوالي انا عرفتي رميت نزار شو قفله عرفتي رميتني دوالي حاشاكم انت حداي وغدا بوندو اي كيسيون شحال شبه ناك كنتي داني غو غد البلغه تاع كني شغل فغا كي دوي الحاجه ماشي قارنا كني دابيت دو ماشي ديال الجوري واه ماشي باش توصل شويه في ليا ماشي ديال الجوري واش حاجه كني ما انني غاس اثنتي داوي باش كني ازد لا شطحت نفسيتي هذا عاود غاد ماشي قارنا كني كنت شغل الشمع وكشطح كني تفارقنا كل يا سيدي شي حاجه قولي اسونسي زعما بلي تفهمتي ماشي ما حارسه كل ديك السوق كما قلت لكم خياتي على بالي بلي راحين تفهموني ماشي الجور تاعي والله باش نكون صريحه معكم ماشي هكذا دي فوا نحب نلبس هكذا بصح ماشي زعما دائما دائما بالنسبه لكل يوم هكذا حاجه خفيفه برك نجوز بها وخلاص بصح هادو ما جبتهم باش هكذا كما قلت لكم نريد ديماري الحاله النفسيه تاعي ودرك راح نوري لكم نشري لكم ان شاء الله كاش نهار نشري لكم نوري لكم بعض البيجامات اللي هكذا جبتهم بيان سور عجبوني بالبزاف بصح ماشي ما جاونيش هكذا يا باش نكون صريح كي كنت نعرف كنت تسكينا كي لي بيجاما كنت تسكينا كان ذاك بيان سور زميرا كنت تخدم معاك كاين لي في لي دمون ثلاث سوايع كنت حدا مكيان نعرف كنت بيان سور كي دوس هنا كان كاين لا كغون طاي ما كي لا كغون طاي مي ماشي كا هاتني هاتني لست بهذه الرشاقة باش نكون صريحة معكم ماشي رشيقة لهذا الحد بصح حبيت نشارك معكم مشترياتي كما قلت لكم في الاول وراه البيجامة هذيك نوريكم الاول هذا شيتو لكل يوم هكذا لا كاليتي تاعو مليحة ماشي بصح لهذيك الدرجة تاع مليحة 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 زعما حاجة تشد لك ولا حاجة زعما كيفاش نقول لكم كاين دي ماك هكذا سي فري كيما هاد اللي انا لبستو هادي ماركه مليحه مليحه ما نقدرش ندير لكم بيبليسيتي لي مارك بصح هادي لا مارك تاعو مليحه شريتو ب 380 الف واش نقول لكم لا كاليتي تاعو هايله على بالكم كي تكوني غون طاي على بالي بلي الاخوات اللي عندهم لا غون طاي راحين يفهموني راحين يفهموني دائما الحوايج تاعك الا ما كانوش من نوعيه مليحه راحين يتفتحوا على الجلده تاعك ولا راحين يتحلوا على على ظهرك امشي نقال كون استقبالي الشغل وكذا كي قبان تيدي قبان زانت الحاله نوغ مكفيان زانت الحاله ستمث تي دانا مكفيان شغل ديفو ما ترصد سروال غا ترصد تريكون غا ترصد كي كيني تي شورت كي كيني ديفو تلمو الله يبارك كلش زياده اتفضي قاصد من قبل لوان دو جور طروا جور تفضي جا يمحى فهمتي صافي توجور ماد لا غونطاي جو بريفير افور حاجه دوي غيوثن الحاجه ثغجي وما صنا ثلاثه الحوايج رخيص انت ابري بس يومين تفتحنت افوالول فهمتي كثير ميت تولي تولي سوق كان يوث الحاجه يوث الحاجه خطر يتوعى ريا شحال باش دافع الحاجه العاجي لا كانيتي العاجين الحاجه العاجي كي كيني ام كي قارنا كني ضغط تجي ديس ا لازم كي نمو كثير ام كنت دنيا صح شو جوج مي غالا كي كيني كنت تخدم على فيديو يي ستوي حتى راه كلي تزامت ماشي ديال الحاله ام كي راه كنت تخدم شغل منا ما انا لا كانيتي نستجها مليح دايور كيني توجور مثلا ماركي انت فهمت التيشيرت نيو جي يغزي كي قفتو يف مي بنطلون سوسكيت سوسوا بس فهمت شو فاكم تدينا هاتن لك تستوفي نسعى نكون نس دب دب نجين كما نقول لكم خياتي المشكل اللي عندنا احنا كي رانا هكذا مع النساء السمينات هكذا كيفاش نقولها لكم دوكا المهم كما قلت لكم لازم تكون عندنا هكذا حاجه مليحه تشد لنا بزاف ونجيبو لا كاليتي مليحه كما قلت لكم كما هذا البيجاما كاليتي مليحه شريتو ب 380 الف سي فغي عنده قريب دركا 20 يوم ولا شهر هكذاك ما تحركش من بلاصتو بصح انا البارح شريت هاد الصوالح وكي قستهم شريتهم شريت زوج قلت لكم شريت واحد بهاد الموديل وشيت الاخر بهذا الموديل هذا الموديل راح نستخدمه لكل يوم هذا الموديل راح نرقد به كما قلت لكم انا خرجت بصح هذيك العفسه تاع الزنزلات جات معايا خرجت معايا ديتها في راسي هذه هذا جبته باش نرقد فيه به باش نرقد به وراح نزيد واحد اخر كيما هذا ولا راح نزيد زوج واحد اخرين باش نرقدوا بهم شوفوا خياتي ربي يسترنا دنيا واخره ان شاء الله بصح لا كانيتي تاعهم دركا راح نرفد هذا وتشوفوا وجهي فيه راه كنت درت تاع حدايا وقيت تولي مثل دمي وزيس وقيني وغاتني دمي تيناش فتاه تتبان هذا الشاش
راكو تشوفوني، شفتو خياتي؟ شوفو راكو تشوفوني نورمال عادي. زين هذه حدا لا كاليتي نسوى كيني نا كنت نبغي تكون تصايس ونحل واليس وكيني السن كي سن بغني دميتين و 500000 في السن، 500000 في السن يون شحال كيني 280 و 280 وكي 280 وكي 230 ابري لا فان جاي 500000 في السن مي وكي كومام سافا، وكي سافا كومام تاع وكيني وشات واجد يس يجهد شي طح بارابور وكيني نظن وكينا كنت تستخدم كولاس وكيني نظن اتخدم كان كي قد قد ما تصا كيما قلت لكم خياتي هذا راح نديرو برك لرقاد بيان سور عنده بونطالون سي فري لا كانت تاعو مليحه وخفيفه بصح على بالي بلي ما راحش يشد هذا هذاك النوع اللي كي تلبسوه هكذاك الركب تاعكم راح يخرجوا لكم هكذا شغل جوست لبسيه انا ديجا قصته البارح هكذا قعدت به في الليل في الليل ما قدرتش نرقد به باش نكون صريحه معكم بصح رجليه الركب تاعي خرجوا ديريكتومون ميم با زوج سوايع ولا ثلاث سوايع خرجوا الركب تاعي وانا حاجه اللي نكرهها في لاكاليتي تاع التيسو هكذا الرجلين كي يخرجوا من السروال ما سيبورتيهمش باركونتر هذه لاكاليتي تاعو مليحه بالنسبه للاخوات اللي راحين يسقسوني وين شيتهم انا شيتهم هنا في لاتور صافي باش نقول لكم اكزاكتومون لي ماغازان ما ديتش ميم با التليفون تاعي باش نصور لكم سمحوا لي برك نسيت والله ما نشفع على ليسونسييل اكيد كنت ناتح لي باش كنت دينا عند ليسونسييل ذاك كي لا تور باش كنت دينا اكزاكتومون لي ماغازان والله ما شفعت حدا اصلا انا سنو بغي غير التليفون مي فاغ كي دي هات انا شو دوك كنت حدا ان شاء الله اجي نعجب نكون كلي لكن كنت ناتح كنت استقبل يعني توجور انت في ديفيكولتي كشت يظن بعد دابا تاغيني اتخدم تاغي تينار تين لامبورطاسيون اسم كيس قناه كنيسون زامونياك ارجوك سون زامونياك بغيت تدي عليه 185000 شيت هاد لاتانت خياتي 185000 سون زامونياك راح نديرها ان شاء الله راح ندير ابليكاسيون راسين في الدار وحدي راح نشارك معكم الطريقه اللي راح نديرها هذه اول مره نديرها وحدي راني جبت ثاني الباسو هذا كي دخلت لهذاك المول الكوزميتيك قلت له عطيني لابغوس تاع حشمت شحال لابغوس تاع لاتانت قال لي لابغوس تاع لاتانت جامي سمعت بها قلت له لابغوس اللي راح نابليكي بها لاتانت تاع قال لي لا ما يقولوهاش لابغوس قال لي هذاك بانسو قلت له ايه معليش عاود كان كي كنت نعرف هذيك الشمغات حامس هذاك الكوزميتيك ضامي وعا قدرتش تنيك ني راسي كي لابوس نسوي شو خدم منه اي فوق وجه مخي وبانسو هيك اي فوق وجه مخي هنا يا مدام وين قنا سبانسو ماشي لابوس يا حوسي دوك مسكين لي بروسي دو فير ابري وراجي اي مدام جو تحوس صدني راس العفسني العفسه والله هذا ولكن ناس العفسني سوشا دابليكي ناس العفسني سوشا دابليكي لاتين يا مدام وين ذاك بانسو ناس يا سمحيه كيما ناس والله عرفتي فضيه هذيك شني اكس نو كل شغل هيك المهم قيم هذه حدايا ما تلقاو تروحو مثلا بعيد كيما جات لا فيديو يا شغل هاتي لك الخطا انا كنت ان شاء الله كنت تعجب ابيان سور ما تعجبك كنت يتسوي مثلا لايك بارطاجي مستدام باش انت مارث واش قلت انت اشو نظن خدمي مثلي تجامة دالي لا فيديو راسي ديت وانا كخيل العباد ذاك كان خدمي مثلي دانا كومونتير ما يلو شو كنت يعجبن ما يلو شو كنت نعجب انا مثلا كي 30 سنة انا كي قالوا بعض طحونا ذاك يثي زوزو سنوزو لا كغونطاي لا كاليتي العاجي اختي تسالتي لي كومونتير زاب لي ساعة كو بروبليم كي لا كغونطاي ودن سفيرة ذاك كما قلت لكم خياتي ما تنسونيش باللايك كومونتير كمل الفيديو حتى الاخر ما تروحوش بعيد بيان سور الاخوات اللي راهم ساكنين هنا في تيزي وزو يقولوا لنا على حوانت فيهم لا غونطاي وفيهم تاني كاليتي مليح حطوها لنا في لي كومونتير باش كامل راحين عفوا باش كامل راحين نستفادوا ان شاء الله قيمه فيها ما تسقيو تروحو مثلا بعيد المهم هنا خياتي كما راكم تشوفوا المقادير راهي الوصفه تاعنا باينه راح ندير معكم بكبوكه ولا راح نطيب معكم دواره بالكورجيت فقط والحمص تجي خياتي هبال تاع الدنيا تجي البنه تاعها روعه في الاول راح نقطع هكذا حبه تاع البصل ونديرها في الكوكوطه تاعي ونزيد عليها بيان سور راح نقطع دركا البكبوكه تاعي في جات فيها الريه هذيك وجات فيها الكرشه المهم جات
هاي لخياتي، تبعوا فقط الوصفه والطريقه اللي نحضر بها البكبوكه تاعي، راح تخرج لكم خياتي هبال. كتوم هتي حدايا نورمالمون لي زانغيديون غير كينا شو راه كتوري متو كيف انا شات سبعه سبعه الدوار انا غير كالشي ون تفاند تي حدايا التمام ثاني تخدمها كان شطوح تخسيت نهار الكورجيط اكل الحمص دايا كيني اذا زوالا خدمه غاس رفصور كتوري متسعيغ سعيغ تي كاشوت سعيغ شطوح تورين تورت اقد مطلق نسان كيس نقار نكوني نقار ثكثف ثيس نقار نكوني سقبيت مشي مطلق نسان ضارب نسي قار مطلق نسان كوني قار ثكثف بيان سور سيرات بيان فرنت سمية أمي تدوخ أكيد سوري متخدمة في فصل تاج قاع أني غاس دوراني هذا نواس يزمع ديريكت طوماطيش سوفلا زرا بلي تقلوغ بيان صافي طوماطيش نية تفسي راكو تشوفو خياتي زدت عليها هذيك الحبة تاع طوماطيش خليتها قطعتها برك هكذا دي مورسو على خاطر على بالي راح نقليها بيان وراح كيفاش نقولكم وراح تذبل في القليان صافي عادي راح نزيد عليها كميه تاع الزيت ومن بعد نديرها تتقلى مليح. بالنسبه للتوابل راح ندير هكذا مغرفه تاع لا طوماط كونسونطري فلفل كحل شويه كيفاش نقول لكم شويه كزبر ملحي وسبيسيال دواره عندي حميصه وهكذا شويه فلفله حاره مع حبات تاع الكورجيت هذا ما كان كني كنت ناتي حداي لي زيبيس بيان سور الملح ما تنساوش الملح خياتي لي زيبيس راح ندير كني كنت ناتي حداي تخدم على اسخد مع الملح اسخد مع شطح فلفل فركان اسخد مع داغ سبيسيال دواره انا كنت دما نروح على ميرا بو ان شاء الله كنت شي عندي تخدم مع وكلي شغالني كوز شطح الكسفاري زدان في الفليفر كان ذاك قد شطح لا طوماط كونسونطري الحمص شو نظن حمص شطحت فلفل تسقر حنت كوز الكورجيتن ذاك كان مي اون اتون دو د دي قجوك كنت قجوك دوراني ان كان تاع حدا يسير شطوح تهيا قدر مثلا سنه كي تقدر نازل نخدم مع شطوح نسكسور امسي خاطر دوراني زابل تستنى ان كي زابل د سي سمين سيجيني صافي ني غاس تخدم مع دوانه تشام كاركيزس خير ما تشات وحدي هنا راكو تشوفوا خياتي بيد ما الدواره تاعي تتقلى راكو تشوفوا راني مره على مره نوض ليها ونحركها راح نحضر بيد ما الدواره تاعي تتقلى مليح باش نروح نمرقها راح ندير معكم هذا الخرشف بيان سور نحضروا للعشاء على خطر راح ندير لهم طبق تاع الكسكس هما ما ياكلوش فؤاد ما ياكلش الدواره وباباه ما ياكلش الدواره صافي انا كان على بالي بلي على الفطور راح تجي اختي ياسمين وقلت راح نبريباري هذيك الدواره ونفطر معها والكسكس راح نطيبو العشاء هنا بالنسبه للدواره تاعي راكو تشوفوا راهي تقلات مليح والطوماطيش اللي قلت لكم عليها راهي ذابت ثاني ما راهيش قريب ما راهيش تبان راح نزيد التوابل تاعي ومن بعد نمرق كتسول مثل حدا اذا قد وراني تقجعوك بيان طوماطيش نكون دينا يزمات كان ذي مرسوين بيان سور تفسيوك بيان ثورا تكمل دعنا تفسي ما ثوب صفي وتسفاني راكو تصدر مثلا راكو فريس ناشو سي جوست تقجو مثل تبيان اسا نوعوك ذي حدا اسا نوعوك المكيس قام اسا نوعوك يا الله اسميس اسا نوعوك لي زيبيس نكون تي تسكينا اتكمل غاثر وعوكم جيح ومن بعد اثاث مرق ذاكي كان اسبوي اسكو كوطن كيني سبات قريب 45 دقيقه فتحات عاوده شاده غس ولا سما ثبه ولا سما زيت تخص شويه عاوده شاده غس تي حدايا القسم 45 دقيقه يطف اسكو كوط شي كذا ذا زقام قران ماشي ذا جميه مش طحناش هنا بالنسبه للطياب تاع الدوارات تاعي خياتي داتني قريب 45 دقيقه في الكوكوطه ماشي زعما قريب 45 دقيقه في الكوكوطه شكيت جابوا كيفاش نقول لكم عجل كبير ولا ايه ثور كبير ماشي زعما كي يكون عجل صغير راح تكون الدواره تاعو به تطيب لك ميم با نص ساعه راح تلقايها طايبه ذايبه فور هنا بعد ما طابت الدواره تاعي راح نزيد عليها الخضر والحمص ونخليهم تاني قيس 10 دقائق ميم با 10 دقائق طيب لي برك هذيك الكورجيت والحميصه تاعي راهي طايبه صافي راح تشدني من با 5 دقائق 1.7 دقائق هكذاك ماكسيموم كني كنت ناتي هذا اذا قني شغل ميثو باوك دواني بيان سالا الخضراني ناكل تدخل ماكن الكورجيت تاكل الحمص اسال نوش الطحنين تفلفل تيكي كنا ثقيله اصغرقا ميم با ميم با شاطر 1.7 دقائق نغاشو السخسي اتولم بدا غنثياني ثبا وكشكيت ثقي ثورا اتسرسا كنا ريف ثم بديت ان شاء الله اسنتي تسبا سكسو هذا انا
انا خياتي بعد ما طاب الفطور تاعنا والحمد لله راني جيت نسال به. قلت لكم جات اختي ياسمين بيان صراحه نفطر معها، وهي ماشي من نوع اللي ياكل الكورجات ولا زروديا، هي تاكل بطاطا الحمص هذا ما كان، ما تاكلش زعما الكورجات وزروديا، اكره حاجه عندها. هنا كنت نخير لها هذيك الحميصه وهذيك الكرشه باش المهم هبلتني ياسمين اون ديري راهي طفله صغيره ما تاكلش الزروديه ما تاكلش الكورجيت، حاجه تاع الخضروات ما تاكلهمش كامل. الله المستعان كما يقولوا. اكيد كنت ناس حدا اذا قال لي تفرين راس دوك ياسمين شراتش نا كنت تي دي شو ستالك زروديه وسنتال الكورجيت دي فوا كيما كي تخدم شغل تزرم بلي الكورجيت زروديه ساعه المنفعه مليح خدمه داك لي بلا شحال ديك المده صغار داكي لي خاطر صنع كي تصحى ني عا سما غير دم كيميني دا مازال كيما صدا الكورجي طيك الزرو ديال الجعيف في اللام ابات نكي هاد التخريج ديال تشا ني عا كنت دي فوات محقق غاس الزرو ديال ني قال الكورجي طني باش تسع قالي تاع كيما قلت لكم خياتي بالقبيليه اختي ياسمين دائما تهبلني على الكورجي والزرو ديال دي فوا هكذا نكلخلها ونعبزها بالفرشيطه وما تفيق لهاش. المهم نقول لكم خياتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، نقول لكم تهلاو في روحكم في والديكم في ولادكم الى فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم ونلقاكم بخير هذا ما كان. هي إيه تحديه كنت ناوليت كنت مثمم ثغامي كنت مرحمه الله فيديو دستون ان شاء الله كنت نتحضر مثل ايمان كنت داريان كنت الوالدين كنت اكون تينا داغون اوليت كنت مثمم ثغامي كنت مرحمه الله فيديو دستون ان شاء الله وان شاء الله كنت دينا لا فيديو بسقي سوف كنت دوك بخير وعلى خير ان شاء الله. هي كانت حدا الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.